السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه سمارت نوت بوك، هو برنامج بيسهل لك ان انت تشرح اي حاجة، وهو قريب من الباور بوينت. تمام، ممكن تعمل مثلا اكتر من صفحة. هنا مثلا ممكن تبدأ تقول له مثلا عايز اعمل اشرح حاجة مثلا، فتلاقي بعض الاقلام اللي ممكن تساعدك، حاجات مثلا بالشكل دوت. تقدر تكتب اي حاجة انت عايزها، تقدر تمسح كأنها سبورة مثلا. تمام، ممكن ترسم مثلا أشكال زي كده، ممكن ترسم حاجة مثلا زي كده، ممكن تلاقي ترسم أي حاجة هو يبدأ يحولها لشيب. ممكن تلاقي ماجيك بن، ممكن تلاقي حاجة تملأ اللون المعين اللي أنت عايز بيه بالشكل دوت. تكتب أي حاجة أنت عايزها، بيبدأ يديك هنا إمكانية إن أنت مثلا دي صفحة معينة، ممكن تقول له حط لي صفحة كمان بالشكل دوت، أكتر من صفحة. كل صفحة فيهم طبعا بترسم حاجة معينة. تمام، وممكن بعد كده تقول له وريني الشرايح ورا بعض، فيبدأ يعرض لك الشرايح كلها. ممكن تحط صورة أو تحط أي حاجة من الملفات اللي عندك، صوت، صورة، زي ما أنت عايز. ممكن تسجل الشرح دوت زي ما أنت عايز. ممكن تلاقي إمكانيات إن أنت مثلا تعمل فليب للحاجة، تقلبها لفوق لتحت وتعيد ترتيب الحاجات. فهو بيديني بعض الإمكانيات اللي بتساعد في رسم شرح للطلبة، بحيث إن الموضوع يبقى سهل جدا، ويبقى فيه كأن في سبورة أو في بورد بتشرح عليها. فهو برنامج ممتاز، يعني الطلبة ممكن تستغله انها تقدر تشرح لنفسها حاجة، وانت تشرح ممكن تبدأ تسجل الشرح بتاعك بحيث تشاركه مع الناس. وفي اكتر من لغة موجودة، تقدر تختار اللغة اللي انت عايزها. تمام، ده الانجليزي، وفي لغة عربي تقدر تعمل تخلي كله بالعربي. تمام، بالشكل ده.